فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الإنسان إذا لم يستطع إقامة دينه فيه وجب عليه مغادرته والهجرة منه، فكذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام ومن بلاد المسلمين فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى بلد الكفر لما في ذلك من الخطر على دينه وعلى أخلاقه، ولما في ذلك من إضاعة ماله، ولما في ذلك من تقوية اقتصاد الكفار. ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكل ما نستطيع، فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن الكفار يريدون على المسلمين شبهة في دينهم، شبها في رسولهم، شبها في كتابهم، شبها في أخلاقهم، في كل شيء يريدون الشبه ليبقى الإنسان شاكا متذبذبا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا شك في الأمور التي يجب فيها اليقين فإنه لم يقم بالواجب. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، الإيمان بهذه يجب أن يكون يقينيا، فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، لأن الإنسان الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس، لأنه يجد زهرة الدين، شهوات، سكر، زنا، لواط، كل إجرام موجود في بلاد الكفر. فإذا ذهب إلى هذه البلاد فإنه يخشى عليه أن ينزلق في هذه الأوحال، إلا إذا كان عنده دين يحميه. فلا بد أن يكون عند الإنسان دين يحميه من الشهوات. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك، مثل أن يكون مريضا يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء، أو يكون محتاجا إلى علم لا يوجد في بلد الإسلام تخصص فيه فيذهب إلى هناك يتعلم، أو يكون إنسان محتاجا إلى تجارة يذهب يتجر ويرجع. المهم أنه لا بد أن يكون هناك حاجة.